احنا في ناسا سبيس ابس كايرو بناخد كومبيتيشن تو ذا فيوتشر، وده بيسبورت التيمز كلها انها تفكر في حل مشكلات معاصره. كل الفئات كل الاعمار متاح ان هي تشارك، فطبعا دي حاجه كويسه جدا انها ما بتحطش اي سقف للافكار، بندور على الافكار اللي بره الصندوق، وهو ده في الاخر المطلوب عشان نقدر فعلا نوصل للمريخ وزحل زي ما احنا ما بنخطط. احنا قد نكون اول ناس لينا علاقه بالفضاء بعد الناس اللي بيعملوا الصاروخ نفسهم. الاكسبيرينس بتاعتي جوه المنتورشيب غيرت فيا انا بشكل شخصي، وعرفتني على باك جراوندز مختلفه وناس كل حد فيهم كان مميز في الحاجه اللي هو بيعملها. احنا بصراحه في عمليه الجادجنج بنحتاج بروسس معقده شويه بس عشان نختار فعلا افضل الفرق المشاركه. انتم هم مستقبل مصر، وانتم لازم تشاركوا العالم بحكمتكم بعقلكم باللي تعلمتوه باللي تقدروا تضيفوه للعالم كله.